مسلم صدق الإله من روحه ودمائه صنع الحياة. يا له من مسلم صدق الإله. ما أحوجنا إلى ما يصبرنا ويثبت أفئدتنا في هذه الأيام، والقرآن هو كلام الرب جل وعلا، هو خير مثبت. والقرآن هو كلام الرب جل وعلا، هو خير مثبت. القرآن تثبيت للقلوب وللأفئدة، خاصة للقلوب الواهية الضعيفة التي بدأت ترتاب في وعد الله وتشك في نصر الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ انكروا بنا ما شئتم فنحن في غفلة، لكن الملك الجبار هل يغفل؟ ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. كما نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بمصر وأهلها خيرا فوفقه لما أراد وبارك له في سعيه، ومن أراد بمصر وأهلها سوءا فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه
واجعل تدميره تدبيره، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، هذا حديث سبقه حديث في مسجد رياض الصالحين عن مكر الله تبارك وتعالى، واستنبطنا ذلك من قول الحق تبارك وتعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وذكرت في اللقاء السابق هناك بأن المكر منه المحمود ومنه المذموم، فما أضيف إلى الإنسان فهو المذموم، وما أضيف إلى الرب جل وعلا فهو المحمود. فإن الله تبارك وتعالى يدبر ويمكر بأعداء أوليائه ورسله من حيث لا يشعرون. وذكرنا أمثلة من كتاب ربنا جل وعلا على قوة مكر الله عز وجل، وعلى ضعف مكر الماكرين المخادعين. فضربنا مثلا بمكر اليهود بعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ونجاه الله تبارك وتعالى من مكرهم، وقال ربنا تبارك وتعالى في ختام القصة: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك، إلى آخر الآيات. وضربنا مثلا آخر بمكر الرهط المفسدين من قوم صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هؤلاء التسعة نفر الذين تعاهدوا وتقاسموا وأقسموا بالله: لنبيتن، يعني نقوم بالهجوم عليه بياتا وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون. مؤامرة دبرت بليل ضد من؟ ضد رسول من رسل الله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون أن الله تبارك وتعالى يصطفي الرسل اصطفاء ويصنعهم على عينه جل وعلا، فهم خيرة خلقه. فهؤلاء الأشرار أرادوا أن يمكروا بعبد الله ورسوله صالح، مكروا ذلك ودبروا ذلك، وصالح لا يعلم شيئا عن تدبيرهم. ولكن الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، قال جل وعلا: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. امكروا بنا ما شئتم فنحن في غفلة، لكن الملك الجبار هل يغفل؟ هل يغفل؟ وهو الذي قال في كتابه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وهو الذي قال في كتابه: وما ربك بغافل عما تعملون. فاطمئن، فلك رب لا يغفل، لا تأخذه سنة ولا نوم. فدع الماكرين يمكرون بك، فالله سيمكر بهم. وقال ربنا عن مكرهم: ومكر أولئك هو يبور. وقال جل وعلا عن مكرهم: استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ثم ذكرت المثال الثالث في مكر القرشيين المشركين من القرشيين
برسولنا صلى الله عليه وسلم، أرادوا قتله أو أرادوا حبسه أو أرادوا نفيه، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يمكر به وما يدبر له. فالله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فنجاه الله تبارك وتعالى من مكره. ولا تزال الآيات معنا في كتاب الله تبارك وتعالى: فما أحوجنا في هذه الأيام والفتن قد زعزعت القلوب الضعيفة وبدأ ينشط أصحاب القلوب المريضة ويخرجون من الجحور ليمكروا بالإسلام وأهله، ما أحوجنا إلى ما يصبرنا ويثبت أفئدتنا في هذه الأيام. والقرآن هو كلام الرب جل وعلا، هو خير مثبت، والله تبارك وتعالى يقص القصص على رسوله صلى الله عليه وسلم ليثبت فؤاده. يقول له جل وعلا: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالقرآن تثبيت للقلوب وللأفئدة، خاصة للقلوب الواهية الضعيفة التي بدأت ترتاب في وعد الله وتشك في نصر الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ إن أي شك يدخل إلى قلبك ويتسرب إلى فؤادك في نصر الله للمؤمنين، لا يأتي هذا الشك إلا من مرض في القلب، فاعلم ذلك. وجعل ربنا تبارك وتعالى هذا القرآن شفاء. قال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ثم ماذا يا رب؟ وهدى ورحمة للمؤمنين. فلا بد أن نلتف حول كتاب ربنا في هذه الأيام التي فيها المحن، كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: فبي حلفت. من الذي حلف؟ ربنا جل وعلا. فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تجعل الحليم منهم حيران. أبي يغترون أم علي يجترئون؟ وأول الحديث: خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر. قال: فبي حلفت. الذي حلف هو الملك جل وعلا. فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تجعل الحليم منهم حيران. أبي يغترون أم علي يجترئون؟ إذن هذه فتن تجعل الحليم حيران. ربنا جل وعلا يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر وعدم الحزن على كفر الكافرين وعلى كيد الكائدين وعلى خيانة الخائنين وعدم الاغتمام والحزن من مكرهم، لأن الله معه ولأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال تعالى: واستمع إلى الآيات وأنتم تقرؤون القرآن كثيرا ولكن قليلا منكم من يتذكر ومن يتدبر. والمطلوب منا التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على
قلوب أقفالها. قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واصبر، دعهم يدبرون ما يدبرون، دعهم يكيدون لدين الله ما يكيدون، دعهم يمكرون بأولياء الله الصالحين ما يمكرون. اصبر، والصبر إنما يستمد من عند الصبور جل وعلا الذي وصف نفسه بهذه الصفة، صبور جل وعلا. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، لا تغتم من مكرهم وتدبيرهم، دعهم يدبرون. في النهاية من الذي تدبيره سينفذ، العبد الضعيف أم الله القوي؟ فكر، فكر فيها جيدا. مهمومون، مغتمون، نقعد نفكر، الأصوات هتتفتت، مش عارف إيه اللي هيحصل، ومش عارف الفلول الجاية، ولو جم هيحصل ايه؟ مين دول؟ انت لك رب يملك هذا الكون، لك رب قوي عزيز. قال جل وعلا: الله غالب على امره ولكني اكثر الناس لا يعلمون. لك رب يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون. لك رب هو خير الماكرين. لك رب قال في كتابه: انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، فمهل الكافرين امهلهم رويدا. لماذا يتزعزع قلبك؟ لماذا تخشى ما يدبرون وما يكيدون؟ والله الذي لا إله إلا الله لن تقوم لهم قائمة أبدا، اللهم لا ترفع لهم راية أبدا، اللهم نكس راياتهم واجعل مكرهم في بئر. قال تعالى: ومكر أولئك هو يبور. وسنتعرض للآية. يبور يعني يفسد ولا وزن له. خليهم يملوا الكشوف باسماء الموتى، دعهم يفعلون ما يفعلون، الذي يريده الله والذي سيكون. ألم يقل الملك جل وعلا: فعال لما يريد. تقرؤونها دائما في سورة البروج: فعال لما يريد، بدأها: إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدي ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. لك رب يدبر الأمر، فينبغي أن يطمئن قلبك إليه، وإلا فراجع قلبك، ربما تسلل إليه مرض من أمراض المنافقين. والله الذي لا إله إلا هو لا يرجو رجوع الظالمين للحكم مرة أخرى إلا مريض القلب، أقسم لرب بذلك، لأن صاحب القلب السليم لا يحب إلا ما يحبه الله. صاحب القلب السليم يبغض ما يبغضه الله. والله تبارك وتعالى يقول: والله لا يحب الفساد. فمن يريد هؤلاء
أن يعود مرة أخرى فهو ممن يحب الفساد، يعني يحب ما يكرهه الله. من يحب عودة هؤلاء فهو ممن يحب المفسدين. ألم يقل ربنا جل وعلا إن الله لا يحب المفسدين؟ من يتأسى على هؤلاء فهو يعصي الله جل وعلا ليتأسى على أيامهم. قل ولا يوم من أيام فلان، ولا يوم من أيام المخلوع المجرم الذي قتل ونهب وسرق، من يتأسى على أيامه فهو عاصٍ لربه. واسمع ماذا قال ربك: فلا تأس على القوم الفاسقين. لا تأس عليهم، لا تحزن عليهم، لا يصيبك أسى على أيامهم. راجع قلبك، فتش في قلبك عن الإيمان واليقين، وإلا فقلبك مريض، والقلب المريض لا ينفع صاحبه يوم الدين. لأن الله قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب سليم يفقه عن ربه، قلب سليم يثق في وعد الله. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا، يؤيدهم ويعينهم ويوفقهم ويحفظهم بحفظه، والذين هم محسنون. ولكن هل حققنا التقوى والإحسان؟ هل عملنا بما أمرنا الله عز وجل؟ هل اجتنبنا ما نهانا الله عنه عز وجل؟ هل دعونا للذين سبقونا بالإيمان وقلنا: اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم؟ لو حققنا التقوى، لو حققنا الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فاعلم أن الله سيكون معك، سيؤيدك، سيكلأك، سيحفظك، سيعينك، سيوفقك، سيدفع عنك كيد الظالمين. فافهم ذلك. ثم بعد ذلك يقص ربنا جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم في نهاية قصة أخيه يوسف، ويقول له: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فمكر الإخوة بأخيهم، هم مكروا مكرا والله مكر مكرا. كاد الإخوة لأخيهم، وأبوه حذره في الأول وقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. كادوا له كيدا عظيما، ألقوا به في غيابة الجب، أخرج من الجب ليباع عبدا رخيصا. وهو من؟ هو الكريم ابن الكريم، ابن الكريم ابن خليل الرحمن، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن، يباع عبدا في مصر. هذا مكرهم، هذا كيدهم. لكن الله تبارك وتعالى يقول: وكذلك كيدنا ليوسف. يبقى ده كيد إخوته، وهذا كيد الله. كيد من ينفذ؟ كيد الملك. تدبير من ينفذ؟ تدبير الملك. كيدوا لنا بما شئتم، وامكروا بنا ما شئتم، فإن لنا ربا يمكر بكم، فإن لنا ربا يكيد لنا، وكيده لنا هو الخير كله. إذن اطمئن، فلك رب يدافع عنك.
ألم يقل ربنا في كتابه إن الله يدافع عن الذين آمنوا؟ فإن كنت من المؤمنين فلا ينبغي أن تحزن ولا ينبغي أن تهن، والله تبارك وتعالى في كتابه ينهانا جميعا عن الوهن وعن الحزن، شريطة أن نكون من المؤمنين. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وبعدين يذكرهم: مستكم مصيبة، ما القوم برضو مستهم مصيبة قبلكم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. قرآن إن لم نعتصم به في هذه الأيام سنضل. وبدأ الناس يقول لك الدؤون الإسلاميين اللي كذا اللي كذا، لا إله إلا الله، وكأن الحق أصبح باطلا وكأن الباطل أصبح حقا، تقلبت الموازين. وهذا تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأصحابه في حديث الفتن الطويل: فكيف إذا رأيتم وكيف إذا أصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ أصبح المصلي الذي يأتي إلى المسجد في صلاة الفجر وفي صلاة الجماعة ينبذ، والفاجر البلطجي العاصي الفاسق الحشاش اللي بتعاطى البنجو، اللص اللي نهب الشعب، اللي ودى أموال الشعب، المسكين هربوها برا، هم اللي يصلحوا الحكم البلاد. إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. قلبت الموازين. لماذا؟ لأن القلوب التي تتكلم بذلك قلوب مريضة، ففي غبش في الرؤية، رؤية غير واضحة. عندنا الميزان الذي ينبغي أن نقيس عليه الناس: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ده الميزان الذي لا يختل أبدا ولا يخيب أبدا. أما ميزان الأنساب، ميزان الأحساب، ميزان القيادات، ميزان الرتب، ميزان، كلها موازين فاشلة باطلة تذهب، لكن ميزان التقوى هو الذي يبقى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ربنا جل وعلا يبين لنا إن مسألة المكر دي قديمة والكيد قديم، فيذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان هؤلاء يمكرون بك فقد مكر بإخوانك من قبلك. فيقول جل وعلا: وقد مكر الذين من قبلهم، اسمع اللي جاية، فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. لكنهم سيعلمون بعد فوات الأوان، سيعلمون بعد لا ينفع أن يعودوا للإصلاح. إذا مكر الذين من قبلكم، مكروا برسلهم، مكروا بالصالحين، مكر أهل الباطل بأهل الحق، مكر الأشرار بالصالحين، هل نفذ مكرهم؟ لم ينفذ مكرهم، لأن المكر لله جميعا، والذي يدبر الأمر في كونه كيفما شاء جل وعلا، ولا تغيب عنه خافية. حديثك مع نفسك قبل أن يخرج للناس يعلمه ربك جل وعلا، يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور. إذن يعلم ما تكسب كل نفس من الخير أو الشر. قال: وسيعلم الكفار حينها،
من الوقوف بين يدي الجبار لمن عقب الدار، من كانت له العاقبة الحسنة، نحن بمكرنا أم هؤلاء الذين توكلوا على ربهم ومكر الله لهم ودبر لهم أمرهم. نفس الآية تأتي بطريقة أخرى، هذه آية الرعد، آية النحل، يقول جل وعلا: قد مكر الذين من قبلهم، عمل لهم إيه ربنا؟ اسمع بقى: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. مكروا دبروا، راح ربنا بعت لهم اللي نخر في الأسس بتاعتهم، في القواعد بتاعتهم، وفي الإعلانات الدستورية بتاعتهم. إذن هم مكروا وبنوا بنيانا على باطل، فأرسل الله من ينخر في بنيانهم من القواعد، من الأصول، من تحت، فإذا خرب الأساس وخربت القاعدة اهتزت الأعمدة وخر السقف. فأتى الله، ما الذي أتى؟ ما الذي أتى على بنيانه؟ فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم ودمرهم جل وعلا، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، من حيث لا يحتسبون، من طريق بعيد خالص، بعيد عن ذهنهم. والله إنما حدث في 25 من يناير 2011 لآية من آيات الله، أن ينام المخلوق وينادي عليه القاضي فلان يقول له موجود يا فندم، آية من آيات الله. من الذي دبر؟ الله. من الذي نفذ؟ الله. وإن كان هناك شباب سخرهم ربنا تبارك وتعالى لتنفيذ قضائه وقدره، يريدون الآن أن يلتفوا على حقوقهم، تضيع دماؤهم الزكية التي لولاها ما وقفنا على هذا المنبر، لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إلى الآن هل حوكم واحد من الطغاة في قتل واحد من الشباب الحر الذي بذل دمه في سبيل حريتنا وكرامتنا، الذي وقف وفقع الأعين، وكان كلما فقع عينا في أحداث محمد محمود يصفق له الجنود، هل حوسب وحوكم؟ إنما يتشطروا على الولاد، ولاد صبية صغيرين عاصوا يوم الماتش وحدث ما حدث، يودوهم مرة ترى، يودوهم مرة المجمع الخامس، يكهربوهم، يسلطوا عليهم المساجين في سجن ترى. أبناء بورسعيد أدي اللي فالحين اللي فيه، طب والطغاة؟ فالرجل عمل عيد ميلاد في المركز الطبي، الرجل يمشي ويروح ويجيء على رجليه يتمشى طابور الصباح الرياضي، ويجي نايم على الترول. ما هذا؟ تمكرون بنا؟ تخفلون علينا؟ تضحكون على الناس؟ وأين الله؟ أين رب العالمين؟ أغفلتم عن قدرته؟ الذي فعل بسيدكم، الذي علم كبيركم، الذي علمكم الخداع، يفعل بكم ويحيط بكم ويدمركم ويذلكم، فلا يقوى على الله أحد، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء جل وعلا. إذا قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم ماذا بعد هذا؟ بقيت عندنا حكاية لمؤمن آل فرعون نذكرها لكم، وكيف وقاه الله سيئات ما مكر، نذكرها لكم بعد هذه الاستراحة اليسيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا أجمعين، ونجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربي محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، أرسل الله تبارك وتعالى عبده ورسوله موسى إلى الطاغية فرعون، وكان يقول لأهل مصر واستدرجهم كما استدرجهم الطغاة في كل زمان ومكان بخفة عقلهم. فالأول قال لهم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قالوا: نعم يا سيدنا، لك ملك مصر والأنهار تجري تحت قصورك. ثم انتقل معهم إلى خطوة أخرى، قال: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الرأي الصواب يخرج مننا، والهداية تكون من عندي أنا. قالوا: نعم يا سيدي، كل بتعليماتك وإرشاداتك. ثم نقل نفسه نقلة أخرى وقال: أنا ربكم الأعلى. فقالوا: نعم يا سيدي، ما علمنا لنا من إله غيرك. وفي إله غيرك يفعل بنا ما يشاء. فجاء موسى ليخبره أن الكون له إله، وأن فرعون عبد من عبيد الله. وظلت المناقشة والمساجلة بينه وبين موسى، وأتى بالآيات البينات، واستقر رأيه مع الملأ بطانة الفاجرة هامان رئيس وزراء، قارون وزير اقتصاد، وغيرهم. ماذا نفعل لهذا؟ انتهى الأمر، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، اعطوني مسوغ لقتله. لأن في الأول قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال: أولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأت به إن كنت من الصادقين، إلى آخر الآيات التي تعرفونها. فيريد أن يأخذ من الحاشية مبررا إعلاميا أبواق الفجار الذين كشفت أبواقهم وألسنتهم على عدائهم لدين الله. أبواق تقلب من قناة لقناة، وقد اتفقوا على حرب الله، فنحن نستبشر بذلك. و
والله الذي لا إله إلا هو ما عادى أحد أولياء الله إلا آذنه الله بالحرب. أبشروا اجتماعهم على هذا الفجور، اجتماعهم على هذه الحرب لشريعة الله ولدين الله بشرى ومقدمة لحرب الله لهم. ألم يقل ربنا في الحديث القدسي من عادى لي وليا، من عادى من المعاداة، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فأبشر، فالذي يحارب عنك هو الملك الذي لا يغلب جنده، الذي يدافع عنك من يقول للشيء كن فيكون. فخرجت أبواقهم، فيريد فرعون مبررا ليبين للرأي العام أن موسى يستحق القتل، ذروني أقتل موسى. طب حد مسكك؟ ده انت اللي بتقول عن نفسك إله، في إله يستأذن الخلق؟ ذروني يعني سيبوني، ذروني، حد مسكك يا فرعون؟ ذروني أقتل موسى ولا يدعو ربه. لا ده ليها فن، القرآن ما جابش اللفظة دي كده عشوائيا، يريد مصوغا لقتل موسى إعلاميا، يريد مصوغا لإبعاد الصالحين. ولما ينفث الفجار سمومهم يجي بقى أصحاب القلوب المريضة والضعيفة يقول لك فعلا يا أخي، يعني كنا نختار الرجل ده ازاي هو كذاب، والتاني نختاره ازاي وهو ما صدرش عفو عنه في الأحكام اللي اتسجن فيها، والثالث مش عارف نختاره ازاي. شفت بقى اصحاب القلوب المريضة، الابواق اثرت فيها، اثرت فيها مبدأ فرعون قائم، ذروني اقتل موسى وليدعو ربه. علم واحد من قوم فرعون من الطيبين الصالحين، فجاء يركض، وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى يجري يريد ان ينبه الرجل الصالح، يريد ان ينبه وليا من اولياء الله، احذر في خطر يحيط بك يا موسى، ان القوم يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. شاهد، هذا الرجل هو مؤمن آل فرعون، والذي تدرج مع قومه برفق وبدأ معهم ليقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. واستمر معهم يذكرهم بمهالك الأولين وبمصارع السابقين، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، وبرضه يقول لهم ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من قبلهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويستمر معهم في النصيحة إلى أن قال لهم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. أدعوكم إلى أسباب النجاة التي تتمثل في إيمانكم برب موسى وبموسى نبيا من الصالحين، وأنتم تدعونني إلى الشرك وإلى الكفر وإلى الضلال وإلى اتباع سبل المجرمين. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار.
لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا والآخرة وأن مردنا إلى الله. كلنا هنرد إليه وهنقف وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ستعلمون أي الفريقين أهدى سبيلا، نحن أم أنتم. وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. يقول لهم إيه بعد كده بقى؟ الكلام ده مش هيضيع اللي بقوله لكم، لن يضيع عند الله أبدا. فستذكرون ما أقول لكم، بس ساعتها مش هينفع، فياريت تفكروا فيه دلوقتي. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. وبعدين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا تغيب عنه غائبة في الأرض ولا في السماء. كانت النتيجة بعد هذه الدعوة الطيبة، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. الآن في الدنيا آل فرعون في البرزخ يعرضون على النار كل يوم غدوا وعشيا، دي حياة البرزخ، هذا عذاب البرزخ، عذاب الآخرة غير خالص مختلف. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن فوقاه الله سيئات ما مكر، لأنه كان صادقا في دعوته مع الله، كان مخلصا لله في دعوته، بدأ معهم بالتدرج، فوض أمره وأحسن التوكل على الله جل وعلا، وبين لهم بأن الله بصير بالعباد، وأخبرهم بأننا سنلتقي عند الله عز وجل، وستتذكرون كل ما قلته لكم، ولكن عندها لا ينفع شيء، ولا ينفع ندم، ولا ينفع عمل، فالعمل الآن، والتوبة الآن، والرجوع إلى الله الآن، وفي النهاية فوقاه الله سيئات ما مكروا. كانوا يريدون قتله، كانوا يريدون تعذيبه، فالذي حفظه من مكرهم هو الله. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في النهاية تريدون العزة، تريدون أن يرفعكم ربكم، فلا ينبغي أن تطلبوا العزة إلا من العزيز، لأنكم لو طلبتم العزة من غيره أذلكم الله. يقول جل وعلا: من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. عايز عزة؟ العزة عند الله تبارك وتعالى، والذي يعطيها ويمنحها لمن يشاء. إليه يصعد الكلم الطيب، ذكر الله تبارك وتعالى يصعد إليه. ثاني: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أبو الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد
ومكر أولئك هو يبور. يبقى اللي بيمكر بالشر وبيدبر في الشر وبيحضر له وبيعمل له له عذاب شديد ومكره سيفسد. لا وزن لمكره عند خير الماكرين جل وعلا. فاطمئنوا اطمئنوا وانزلوا واياكم والسلبية. تقولش احنا احترنا بقى ندي لمين ولا نعمل ايه ولا العملية اتخلبطت عندنا. انزل انزل وينبغي ان يكون عندك قناعة بان ترفع كلمة الله. اعط من تظن بظنك العالي بان مشروعه ومشروع من وراءه من جماعته هو مشروع اسلامي. ايده بتأييدك. ستسأل عن الكلمة، ستسأل عن هذا الصوت، اياك والسلبية. انزل بامرأتك باولادك ببناتك وقل يا رب قدمنا معذرة من ظننا انه ربما يرفع شرعك وربما يؤيد دينك اعطيناه. يبقى كده قدمت المعذرة الى الله تبارك وتعالى. ومكر اولئك هو يبور. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يروي عنه قيس بن سعد بن عبادة حديثا يحذر الناس من المكر والخداع، فيقول قيس: والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المكر والخديعة في النار لكنت أمكر الناس. بقول أنا أعرف أمكر وأعرف عندي حيلة وعندي عقلية جبارة وعندي عبقرية أستطيع أن أخدع الناس، ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المكر والخديعة في النار، فأبى أن يمكر وأبى أن يخادع حتى لا يكون في النار. وهذا الصديق أبو بكر يروي لنا حديثا عن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ثلاثة في النار، أو في بعض الروايات ثلاثة لا يدخلون الجنة: الخب، يعني المخادع الماكر، الخب والمنان الذي يعطي ثم يمن على من اعطى، ده انا اعطيتك كذا ده انا اعطيتك. خلي بالكم فرعون كان منان، قل له ايه لما قالوا رسول، قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، ده لحم كتافك ده من خيري انا فرعون. منان منا، فالمنان لا يدخل الجنة. والثالث والبخيل، ثلاثة. وحديث البخاري من حديث عائشة عن سعد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كاد أهل المدينة، أو ما من أحد يكيد لأهل المدينة إلا الماع، الماع يعني ذاب، كما ينماع الملح في الماء. شوف ذوبان الملح في الماء ازاي. فمن كاد للمدينة وأهلها يذيبه الله تبارك وتعالى ويزيل وجوده ويقطع شأفته. فنحن كلنا أمل في الله جل وعلا أن يدمر كل من يمكر بالإسلام وأهله. اللهم عليك بالذين يمكرون بالإسلام وأهله. اللهم عليك بالذين يمكرون بالإسلام وأهله. اللهم عليك بالذين يمكرون بعبادك الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا ارفع عنا البلاء إنا موحدون. اللهم ارفع عنا البلاء إنا موحدون. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا،
ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تجعل للخائنين على مصر سبيلا، اللهم لا تجعل للمجرمين على مصر سبيلا. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم إنا ندرأ بك في نحور الظالمين ونعوذ بك من شرورهم أجمعين. اللهم لا تقم لهم قائمة أبدا، اللهم لا ترفع لهم راية أبدا، اللهم نكس راياتهم واجعل مكرهم في بوار، اللهم اجعل مكرهم في بوار، اللهم اجعل مكرهم في بوار. اللهم احفظ دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم. اللهم أمدهم بمدد السماء، اللهم أيدهم بجنود من عندك. اللهم إن كان الخلق تخلوا عنهم فلا تتركهم يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغية سوريا وبكل طاغية الأرض أجمعين، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم انزع منه ملكه، اللهم أذله، اللهم اجعل الدائرة عليه، اللهم اجعله عبرة للناس. اللهم سلط عليه وعلى أوليائه جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.